السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله، ولقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وناشدنا ونادانا قائلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أما لفظة المناشدة فأعتذر عنها، بل نادانا نادانا ربنا، أمرنا ربنا، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. قال: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلهذا وذاك أقول مستعينا بالله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا أقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ومقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. يسأل الزهري خالد: حديث وما يدريك لعله تحدث فيما لا يعنيه ضعيف الإسناد، كيفية صلاة القاعد هل هي بنصف أجر القائم؟ القاعد إذا كان قاعد لمرض فهو كامل الأجر، أما إذا كان قاعد في نافلة لغير عذر فنصف أجر القائم. أما الفريضة فلا يجوز أن تصليها قاعدا وأنت تقدر على القيام إلا إذا كنت مأموما تأتم بإمامك، فعلى رأي الحنابلة يمكنك أن تصليها قاعدا، أما الجمهور فيقولون تصليها أيضا قائما، والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قيام. هل يجوز تغميض العينين في الصلاة لزيادة الخشوع؟ يا أخت أسماء، الرسول صلى الله عليه وسلم خير الخاشعين، وما كان يغمض العينين في الصلاة، بل ورد ما يفيد أنه كان يفتح العينين. قال يا عائشة: أميطي عني قرامك، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. وقال أيضا: رأيت الجنة والنار في عرض هذا الجدار. فدل ذلك على أنه كان يفتح العينين. ومرحبا بك يا شيخ خان المنشاوي وسلمك الله. يقول: إنها مطلقة وعندها بنت سنتان، خايفة تزوج وأظلمها، ما العمل؟ إذا كنت في حاجة إلى الزواج تزوجي، وربنا لن يضيعها، وخير منك وأفضل. أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثيبا وترملت وعندها أطفال، وتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد أن يخشى عليك من الفتنة. صيام بنية قضاء وسنة لا يجوز، إما أن تصوم بنية القضاء أو بنية السنة. من أي عمر الفتاة تصوم؟ تدرب على الصيام إذا استطاعت الصيام، تدرب على الصيام إذا استطاعت أن تصوم. بارك الله فيك يا أم عيسى. صيام بنيات متعددة، وضح هذه النيات. ماذا أفعل كي أخشع في صلاتي؟ أولا اسأل الله الخشوع، سل الله الخشوع في الصلوات. ثانيا لا تصلي وأنت حاقن، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ثالثا لا تصلي في مكان فيه ضوضاء أو تشويش إلى غير ذلك، كما لا يخفى السنن الرواتب.
ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، وقيل أربعا قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر في سفر ولا في حضر إلا في ليلة واحدة، ليلة العيد عيد الأضحى وهو في الحج. هل يجوز ترك فراش الزوجية دون سبب؟ أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، إلا إذا كانت من ذوات الأعذار. صديقتي زوجها يمنعها من صيام التطوع نهائيا ولا يوافق، خلاص تفطر ولها أجرها إن شاء الله، لأن الذي يريد خيرا ويحال بينه وبين الخير مأجور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. ما حكم الولادة عند الدكتور للضرورة القصوى؟ إذا كانت ضرورة قصوى فربي قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالضرورات القصوى لها أحكامها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكننا ننصح بالتوكل الحسن على الله، بحسن التوكل على الله، وأن المرأة لا تذهب لرجل للعلاج إلا عند الضرورات القصوى. ما جزاء من تنظر إلى زوج غير زوجها وتريد محادثته؟ ليست على دين، وأراها تأثم، والله أعلم. أخ الأستاذ محمد مشالي: أقرضت رجلا ومات، هل يمكن احتساب المال من الزكاة؟ لا يجوز عند جمهور العلماء أن تسقط الدين عن ميت وأن تحتسبه من الزكاة. يا أستاذ محمد حفظك الله وسلمك. ما حكم امرأة افطرت في رمضان للولادة ولم تصم لأنها ترضى؟ عليها الصيام ولو بعد حين. وبارك الله فيك يا جوني. زوجي رافض لبس النقاب، لا طاعة للزوج في معصية الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. حكم القرض وشهادات الاستثمار؟ إذا كنت تقصدين قرضا بالربا فالقرض الربوي حرام، وشهادات الاستثمار أيضا عوائدها حرام. حكم إضافة رجل صداقات البنات على الفيس وعدم التكلم معهم والقول بأنها صفحة دعوية لنشر الدين. ما لكم مال البنات يا أم العبادلة؟ ما لكم مال الرجال يا أم العبادلة؟ كوني مع النساء والرجال مع الرجال. حكم الأخذ من زكاة المال لحج الفريضة؟ يرى جمهور العلماء عدم جواز الحج من مال الزكاة، هذا رأي الجمهور. وقالوا لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الحنابلة فيجوزون هذا ويقولون لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل امرأة تريد الحج على إبل الصدقة وقال: الحج في سبيل الله. ولم يرى الجمهور في ذلك مقنعا، قالوا لأن الحديث أولا فيه كلام من ناحية وقد يجنح إلى تحسين، لكن ثانيا أن مجرد حمل المرأة على إبل الصدقة للزكاة لا يعني أن الشخص يأخذ تكاليف الحج من الزكاة. ذهب الزينة عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهو ذهب. ولم يرد دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط الزكاة عن الحلي. حكم تركيب السباكة في بنك جاري التجهيز؟ تركيب السباكة لا بأس به، والبنك أصبح متعدد الأغراض والإثم على من يستعمل في الربا.
هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم يجوز أن تقرأ القرآن بدون وضوء، والحائض تمس بحيل أفضل. هل يرث ابن الابن؟ هل يرث ابن الابن؟ الحفيد لا يرث إذا كان له أعمام يحجبونه، لكن بعض الدول جعلت له وصية واجبة تعطيه نصيب أبيه، هو إخوته يأخذون نصيب الأب كما لو كان حيا ما لم يتجاوز الثلث، ولا أعلم لذلك مستندا. محمد الكبيسي يسأل، أو ذاب سؤاله عفوا لعله يرجع، حكم الشرب قائما؟ حكم الشرب قائما جائز، قد ثبت عن النبي من وجوه أنه شرب قائما، والأحاديث التي وردت في الزجر عن شرب قائما فيها مقال. كيف يتم عفوا، هل يجوز الوضوء في الحمام؟ إذا كنت بعيدا عن النجاسات جاز الوضوء في الحمام. هل يجوز لمؤذن أن يجهر صوته لدعاء بعد الأذان بالدعاء بعد الأذان؟ لم يرد أن المؤذن كان يجهر بالدعاء بعد الأذان. يقول أنا أحلم بطير في الهواء لقدام ولورا والناس مالهم. على كل حال، رأى رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رأسه قطعت وأنها تتدحرج من جبل، فسأل النبي عن ذلك فقال لا يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. وفتح الله عليك يا محمود بن عبد اللطيف حفظكم الله يا كارم. كيف يتم تقسيم المال على الأولاد قبل وفاة المورث؟ إذا كانت هبات سوي بينها، إلا أن الهبات التي تقوم مقام الميراث أنصح بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين فيها حتى لا يتهرب أقوام من التوريث الشرعي، والأولى أن لا تقسم والله أعلم. إنما الهبات اليسيرة تحصل فيها التساوي. هل إذا اختبرت الطالبات في حفظ القرآن بسؤال اختيار من متعدد لنهاية الآية مثلا، لست محرفة، تختبرين الناس بارك الله فيك. يتقاضى وقدرك يا عمران. نتقاضى معاش زوجتي بدون رضاها. ليه يا كامل؟ لا سأورد عن الميسيو، لا يصلح أن يكون ميسيو مختلس، عفوا ميسيو يعني أنت ميسيو مختلس، قدمت لغة العجم واختلست يا ميسيو. قل الأخ ولا ماشي، هل هناك سنة وأسن؟ يعني وضح بالمثال يتضح المقال، قد يكون هناك شيء في أجر وشيء في أجر أعظم. ما معنى قوله تعالى فنادوا صاحبا فتعاطى فعقر؟ في قوله فتعاطى قولان للعلماء، تعاطى سكينا أو سيفا فعقر به الناقة، والقول الثاني تعاطى خمرا شرب خمرا وعقر الناقة. هل يجوز التحرش بالزوجة وأنا صايم في نهار رمضان؟ التحرش في الزوجة في نهار رمضان؟ مش فاهم التحرش في الزوجة في نهار رمضان. يعني يجوز للصائم أن يقبل زوجته في الصيام إذا أمن على نفسه. كيف يحافظ أشرف بن غانم على صلاة الفجر؟ نم مبكرا يا أشرف، وضبط منبهاتك، وكلم أهلك يوقظونك، عد العدة، أعد العدة كما تعد العدة لسفر. فصلاة الفجر قرآنها مشهود، وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أحبك الله يا رياض. لو توفي شخص وتم نقل عضو من أعضاء جسده إلى شخص مريض لبقاء حياته بمعلومية ورثته،
واتفاق على مبلغ مالي. أرى أن هذا لا يجوز والله أعلم. قد ورد موقوفا موقوفا حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، هل يجوز دعاء الله بصيغة يا الله؟ يجوز، لكن الأولى اللهم، فإن كلمة اللهم معناها يا الله والله أعلم. جزاك الله خير يا أشرف. هل يجوز صلاة الغائب على ميت مات منذ سنوات؟ الأكثرون على عدم ذلك، الأكثرون على عدم ذلك، على عدم جواز ذلك، لكن إن فعل فليست ضلالة من الضلالات. وأورد بعضهم أن النبي صلى على شهداء أحد صلاته، صلى على صلاة أحد كالمود، صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين من قتلهم كالمودع لهم. هل تجوز صلاة الجنازة بنور وضوء؟ لا يا أشرف، هذا قول تالف نقل عن بعض التابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني بغير وضوء. أبو طربوش، ما يا أحمد أبو طربوش، ما سؤالك حفظك الله؟ أصلي الفجر في البيت، أصلي الفجر في البيت، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وزادك الله من فضله يا أخت ليلى. هل يفهم من حديث الولد كسب أبيه أن الابن الصالح هو وعمله في ميزان حسنات الوالد؟ لا يفهم هذا على إطلاقه، لأنه إذا كان الوالد مسرفا على نفسه أيضا فيعاقب بإسرافه على نفسه. حديث المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فأعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم، الله يقول في كتابه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فالشخص الصالح إذا مات أولاده وعملوا أعمالا أقل منه لكنهم على إيمان يرفعهم الله إلى درجة أبيهم، ولا ينزل الأب عن درجته حتى يتوسط في الطريق، بل يرفع الله الأبناء إلى الآباء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا ربي أن لي هذا، فيقول باستغفار ولدك لك. فيا أهل الإسلام كونوا بررا بأبائكم، اجعلوا للآباء وللأمهات نصيبا من الاستغفار بعد موتهم، ربنا أو رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما المقصود بالغلول؟ الغلول السرقة من الغنائم قبل توزيعها، فمن يسرق من الغنيمة قبل توزيعها فسيأتي بذلك يوم القيامة والله أعلم. هل يجوز، محمود بن عبد اللطيف حفظه الله يقول هل يجوز غصب الزوجة على المعاشرة وهي بصحة جيدة؟ يعني كل شيء له أصوله، لكن عموما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. ما حكم زكاة ذهب الزينة إذا بلغ النصاب؟ وجبت فيه الزكاة؟ ولا أعلم دليلا يسقط الزكاة على عن ذهب الزينة. التبني لا يجوز، الله يقول ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يتبول واقفا ولا تمسني النجاسة، هل يجوز؟ نعم يجوز. أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، يقول لو كان في قلبي أني أكلم صديقتي ولكن لا أكلمها في الحقيقة إلا برمي السلام فقط. أنت شاهد رجل ولا امرأة؟ شاهد صلاة تكلمي صديقتك؟ مش فاهم السؤال، يعني قولي لصديقتك السلام عليكم، اللي في القلب في القلب،
الذي في القلب في القلب. حكم العمل في البنوك، إذا كنت تعمل في الربا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. حكم أب لا يصرف على أبنائه، يأثم لعدم الإنفاق على أبنائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حكم التصوير الفوتوغرافي لغير فائدة لا يجوز، أما لضرورة جاز. ما حكم الذبح أجل صغير لبانه في العقيقة؟ تلك مسألة مختلف فيها، فبعض العلماء يقولون يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وبعضهم قال ما فيها نص خاص. فبأي رأي أخذت لا جناح عليك، لكن الأحوط إن كنت قادرا على الإتيان بمسنة إيتي بها أخرج من الخلافات. ما معنى إن الله لا يحب الفرحين؟ الفرحون المرحون البطرون الأشرون، ليس السعداء الذين يسعدون لنعمة أنعم الله بها عليهم. ذلك لأن الله قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالفرح بالخيرات وبما يرضي الله شيء طيب يسعد عليه. فقوله قومي قارون لقارون إن الله لا يحب الفرحين المرحين الأشرين البطرين تكبرين على الناس. هل أهل جوزي، اسمه زوجي مش جوزي يا هنا، أهل زوجي، من عجيب أمر المصريين يقدمون الجيم على الزاي، وما في آية في القرآن ولا حديث في السنة بمثل هذا. جوز، ما في حاجة اسمها جوز. زوجي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إنما جوز جوز الهند أو نعم. لا يريدوني أروح عندهم، أنا أعمل إيه؟ هل عليه اسم؟ لا تعمل اسم خلاص، لا يريدونك لا تذهبي. ما أسباب الطبع على القلب؟ أمور كثيرة، ولكن بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، والمعاصي والذنوب ونقض العهود والمواثيق. الحمد لله على سلامتك يا شيخ محمود العزب يا أبا أحمد، ردك الله سالما آمنا غانما، اللهم أمين. والمسلمين والمسلمات، هل يجوز الاقتداء بالمسبوق؟ لا مانع منه. هل تجوز صلاة الفروض التي سبقتني مع الفروض القائمة؟ نعم تجوز. حكم الرد على الجوال بعذر أو عدم الرد على الجوال؟ خلاص إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أدرى بنفسه. يدرس في كلية الصيدلة وعندهم مادة اسمها حيوية، فيها نظرية تقول إن الكائنات الحية من أصل مشترك، كل هذا باطل، ارمي به في المزابل. كالكافر داروين الذي يقول إن الإنسان أصله قرد، إن الله قال في كتابه الكريم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلا تستمع لهذه النظريات، أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم. ويسألون قوم كفار في زمن الرسول قالوا الملائكة بنات الله، قالوا إن الله تزوج من ثروات الجن فولدنا له الملائكة. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولا الكذابون الذين تدرس كتبهم وآراؤهم التالفة الباطلة في كليات كالصيدلة وكلية العلوم والثانوية، أن الإنسان أصله قردة وأن الإنسان والدواب شأنهم واحد وأصلهم واحد. يا أخي الله سبحانه خلق آدم بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام
خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا فما زال الخلق ينقصه حتى الآن. مس الفرج لا اختلف فيه هل ينقض أو لا ينقض، واختاروا عدم النقض، وذلك لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة والله أعلم. هل يجوز، ثم إن صحت حملها بعضهم على الاستحباب كذلك، هل يجوز الذي استيقظ وقد استنى ثم اغتسل أن يتخلف عن صلاة الجماعة؟ ولماذا يتخلف؟ يذهب يقول أو تقول أمنية بنت صلاح دائما بتحلم بسمك على رجليه، لا تخبري بتلاعب الشيطان بك في المنام. ما حكم حضور العزاء في الصرادق إذا لم أتمكن من الدفن؟ لا بأس بذلك، التعزية مشروعة بالإجماع، وأنا لي أن أفصل في هذا الباب. هب أن رجلا ما مات له ميت، مات له ميت، وسيأتيه الناس يعزونه، سيأتيه الناس يعزونه، والناس عدد كبير، بيته لا يتحمل، وآته أضياف من بلاد متعددة، فماذا يصنع؟ أتى لهم بكراسي يجلسون عليها في شمس، أظلهم بشيء يقيهم الشمس والمطر، جلسوا في حديث مع بعضهم البعض، فأتى بقرآن يشغله كي يسمعون القرآن، أتاهم بكوب من الشاي، كل هذا لا مانع منه، ما عندنا ما يمنع منه. أما حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة فحديث منكر ضعيف معلول. أذكر بأن الحديث الذي بنى عليه عدد من إخواننا قولهم بأنه لا يجوز الاجتماع للتعزية حديث منكر، حكم بنكارته عدد من العلماء وبإعلاله عدد من العلماء منهم الدارقطني والإمام أحمد وأبو داود وغيرهم، ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام للميت من النياحة حديث تالف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هشيم بن بشير دلسه عن إسماعيل بن أبي خالد، أسقط رجلا ضعيفا في السند اسمه المدائني أو شريك وكلاهما ضعيف، وقد أورد له بعضهم متابعة من طريق نصر بن باب، ونصر بن باب متهم بالكذب، فالحديث تالف ولا يصح. ثم إن أن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان إذا مات لها الميت واجتمعت لها النسوة وانصرفنا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، وتقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن، فلا مانع من التعزية بارك الله فيك. ولم يكن للتعزية رسم معين محدد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أمر النبي بصورة معينة، فيمكن أن تعزي في البيت، ذهب النبي إلى آل جعفر فعزاهم، يمكن أن تعزي عند المقبرة، قال النبي اتق الله واصبري، يمكن أن ترسل تعزيتك مع شخص، كل ذلك واسع، ولكن أكرر أن التعزية مشروعة بالإجماع، ولم يكن لها صورة معينة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ففي الأمر ساعة تختلف من مكان إلى مكان، لكن لا تأكل أموال اليتامى تصنع صرادق، وتأكل أموال اليتامى تودع أموال اليتامى في الصرادق، ليس من حقك أن تفتئت عليهم ولا على سائر الورثة. تتزوج عرفيا بعد وفاة زوجها حتى لا ينقطع المعاش، هذه غشاشة للدولة. أحبك الله يا عمر. محمد الهادي ستسأل عن ذلك يا محمد الهادي، ستسأل عن ذلك بين يدي الله، لكن سامحك الله. حكم استخدام الكهرباء في المصالح الحكومية للشاي، هذه مسائل يسيرة، وإن أراد احتياطا دفع جنيه 2 جنيه للحكومة وخلاص مش مشكلة. لا إله إلا الله. حكم المس على الحذاء، المس الملبوسات في الأرجل 4، الخفان
وهذان يجوز المسح عليهما بالإجماع، الجوربان المسح عليهما فيه خلاف، وإن كنت أجنح إلى عدمه. الشراكان القبقاب أو الشيء الذي له سيور لا يجوز المسح عليه طبعا. الجزم التي لا تغطي الكعبين لا يجوز المسح عليها، في الحديث الوارد في شأنها ضعيف. هل يجوز للزوجة أن تتولى المصاريف على أمور البيت من راتب زوجها إذا كان الزوج مسرفا نوعا ما؟ نعم يجوز ذلك إذا كان الزوج سفيها، فمعروف أن الحجر على السفهاء، الحجر على السفهاء، الحجر على السفهاء له أدلته. فالمرأة تقتطع جزءا من المال تنفقه على البيت إذا كان الزوج سفيها على سبيل المثال. هل الزيارة المتكررة لقبر ابني فيها شيء؟ إذا كنت لا تبتدعي في الدين ولا تخالفي رب العالمين، أما أصل الزيارة فجائز عند الجمهور، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تبكي عند قبري فقال لا اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. وعائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن قالت إن النبي كان قد نهى ثم رخص لنا فيه، ولا حديث الواردة في النهي فيها مقال. وقال بعض العلماء إنها منسوخة. الزواج من النصرانية ثم الطلاق من أجل أوراق الإقامة لا يجوز. تتزوج نصرانية عفيفة من أجل بقاء معها، أما تتزوج نصرانية وتتركها، تتركها تمشي وتتركها تسرح، أنت مسؤول عن رعيتك، وإن وضع طفلا سينسب إليك. ماهر الأنصاري، إذا فاتتني ركعتان وبعد انتهاء الصلاة أكمل، فإذا سمعت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصلي عليه، يعني أنت تصلي واحد ذكر اسم النبي خارج الصلاة، أرى أن لا تصلي على النبي بهذه الطريقة إذا سمعت اسم النبي من الخارج، لا تصلي عليه في صلاتك، صلاتك لها أعمال. حكم قطع العم الذي أكل إرثنا ويقذفنا جورا، لكم أن تقاطعوا ولكم أن تواصلوا وتحتسبوا الأجر على الله. ذهبت الأسئلة. حكم استخدام السبحة إذا كان عدد الأذكار يختلط عليه لا بأس بذلك، ولم يرد نص عن النبي أنه ينهى فيه عن السبحة، لم يرد أي حديث في السبحة عموما، لكن القصد ضبط الأعداد. ذلك الحديث الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يعقد التسبيحة بيمين العقد للضبط، ضبط العدد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لضبط الأعداد. أما حديث عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فحديث ضعيف. هل إن ماتت الزوجة وعليها دين لأصحاب محلات وغيرها وكان زوجها يحثها ألا تكثر منه وأنت نافع كن في رقبة زوجها؟ لا، إذا كان الزوج ينهاها وهي تظلم الزوج وتستدين، هي التي تتحمل. هل صلاة حتى صلاة النفل؟ ما فاهم السؤال. العمل في الدعوة فرض عين أم فرض العمل في الدعوة لا أقول فرض عين إنما فرض على الكفاية، القول لقول ربنا سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. لكن لا يلزم أن تحصل على شهادة من الأزهر، ما أوجب الله علينا شهادة من الأزهر، بل النبي قال بلغوا عني ولو آية، ولم يكن النبي أزهريا. مصطفى ندى، بارك الله فيك يا مصطفى.
هل يجوز الجمع بين سنة الظهر بين سنة بعد الظهر وأربع قبل العصر؟ لا، أولا أربع قبل العصر فيها مقال، لكن سنة الظهر التي فاتتك صليها، قل حتى صلاة النفل لا أصلي على النبي. قل إذا مررت على آية فيها ذكر الصلاة على النبي وأنت تقرأها في الصلاة، فمن العلماء من يجوز داخل الصلاة، لكن واحد بيصلى يذكر اسم النبي خارج الصلاة هو لا يصلي وأنت سمعته، الأولى أن تمضي في صلاتك. حكم قراءة القرآن بغير وضوء أثناء القيام بأشغال البيت، لا بأس بذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. طلب العلم هل هو فريضة؟ العلم الذي تحتاج إليه يفرض عليك، بمعنى أنت تريد أن تصوم يجب عليك أن تعرف أحكام الصيام، ما المفطرات حتى تتقيها، تريد الحج عليك أن تعرف أعمال الحج حتى تعملها عملا صحيحا الأصول على الأقل، لكن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة لا يصح. ما حكم المعتدة إذا رأى طفل بعمر 10 سنوات؟ ما المشكلة يراها؟ ما فيها مشكلة. أو إن رأى شخص بالصدفة من أقاربها وسلم عليها صفحة، لا، لكن ما هناك أي مانع أن تكلم المعتدة أي رجل بالمعروف إذا دعت إلى ذلك الحاجة. قال تعالى ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ومعروف أن التعريض بالزواج يجوز للمتوفى عنها زوجها. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فأنت تقول مثلا امرأة سمراء طويلة وددت أن الله يسر لي الزواج بامرأة سمراء طويلة إذا كانت في العد، وتقول لعل الله أن ييسر لك، تعريض يجوز لا بأس بمثل هذا التعريض، المرأة ليست ممنوعة من الكلام. مسافر وحضرت الصلاة بعد الركعة الثانية، مسافر وحضر الصلاة بعد الركعة الثانية، هل يتم الرابعة أم يسلم معهم؟ لا، بل يتم الرابعة لأنه مقيد بإمامه. قيل لابن عباس يا ابن عباس ما بالنا إذا كنا فرادى ونحن على سفر صلينا ركعتين، وإذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فسنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنك إذا صليت خلف الإمام وأنت مسافر تصلي كإمامك، من فتت صلاة سنة أو فرض فليصليها حين يتذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. لا يعمل ولا يسلي مرتب لتأتيات زكاة ما أملك من ذهب، بيع جزء منه، عندك أكثر من 97 جرام، بيع جرام منه وتصدقي، بيع 2.5 جرام تصدقي بها. البيع للآمر بالشراء بعد التملك جائز أم لا؟ عفوا، البيع للآمر بالشراء بعد التملك، إذا كانت حيلة من حيل الربا لا يجوز يا أخي الكريم. هل تنفع الصدقات على الطفل الميت؟ نرجو الله ذلك، وإلا فهو مرفوع عنه التكليف. حكم الحلف بالطلاق على شخص لا يدخل المنزل ثم دخل، كفر كفارة يمين. إذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ماذا يصنع؟ يصنع، طبعا هو كان الأولى له أن يصلي العشاء معهم ثم يقضي المغرب الذي فات، كان إن قدر يجلس في الثالثة إما أن ينوي المفارقة يتشاهد وينوي المفارقة ويسلم، أو أنه يصلي عفوا ينتظر جالسا حتى يأتي الإمام برباعته وهو جالس يسلم معه. حديث اذكروا الفاجر بما فيه كي يعرفه الناس لا يصح. عدم القدرة على النوم
وكثرة التفكير، اسأل الله، اذكر الله واستغفر الله. حكم تارك صلاة العصر مرتكب لكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ويقول: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله ماله. حكم لباس البنطلون للمرأة في البيت مع زوجها: تلبس ما شاءت، لكن في الطريق إذا لبست البنطلون تلبسه تحت الملابس. جماعة عفوا، سهيلة تقول: حكم عدم الحديث مع زميلي في الوظيفة لأنه لا يعرف الحدود في الحديث. ابتعدي عنه، لا تسترسلي معه، لا تسترسلي مع الرجال في الكلام، بارك الله فيك. ما حكم إمامة المتبوع؟ لا بأس. قد قلت أيضا: الأولى صلاة العشاء ثم القضاء، والنبي قضى بالترتيب. قضى بالترتيب لأنه كان الإمام يا أبا بكر، لكن إذا كنت أنت تابع، يعني تابع الإمام، اقتدي بإمامك. وهذا قول الشيخ الإسلام تيمية في المجلد 21 من مجموع الفتاوى، أنك تصلي مع الإمام صلاته الحاضرة وتقضي ما فاتك بعد، والله أعلم. هل تجوز الصلاة في العمل بدون خلع الحذاء؟ نعم، وفي غير العمل إذا كان الحذاء طاهرا ولبس على وضوء. حكم من يضع ماله مبلغ في بنك على سبيل الوديعة لكي أجهز ابنتي به للزواج؟ لا يجوز أن تأخذ عوائد ربوية. أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن. ما حكم من يزيد عن الأعداد المذكورة في الأذكار كمن يقول سبحان الله بحمد 130 مرة؟ هذا المثال بالذات يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله بحمد 100 مرة حطت خطايان وإن كانت مثل زبد البحر، ولا يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. لكن الذي يعني يقيد 33 تسبيحة عقب الصلوات، و33 تحميدة، و33 تكبيرة. هل ينبغي كتاب قراءة مدارج السالكين؟ لا ننصح بمثل هذا الكتاب، وعندنا غني عنه في كتب كثيرة جدا، نهجها نهج أهل السنة والجماعة، أما نهج أهل الابتداع والتصوف والخرافات ما نحب أن نقرأ في كتبهم. نقرأ كتب فيها قال الله قال رسول الله، كتب صحيحة فيها قال الله قال رسول الله. ما كذا أطلق عليه شيخ الإسلام؟ أما هذه الإطلاقات أنا والله لا أوافق على هذه الإطلاقات، شيخ الإسلام فلان وشيخ الإسلام فلان، وإن قالها بعض السلف وعدد منهم، لكن ما استعملت في عهد القرون المفضلة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هل عمل الحناء للحية سنة؟ إذا أتراك المشيب جاز لك أن تصبغ بالحناء، وليست الصباغة بواجبة. هل اسم طه من أسماء الرسول؟ ليس من أسماء الرسول طه. حكم هجر الصاحب الذي يتدخل فيما لا يعنيه ويغتاب كثيرا؟ انصحه قدر الاستطاعة برفق وبلين، ولا تجلس في مكان يسيئك إذا لقيت ربك. حكم من نسي طواف الإفاضة ولم يتذكر، لم يكمل، لم يحج، لازم يرجع يطوف طواف الإفاضة. ما أسباب تقوية غض البصر؟ يا رب ارزقني غض البصر. أيضا: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج. حكم تشقير الحواجب للمنتقبة؟ يجوز تشقير الحواجب للمنتقبة بضوابط: أولا أن لا تتبرج بذلك لأجانب، ولا تدلس بذلك على خاطب، ولا تستعمل مادة تزيل الشعر ولو بعد حين، ولا تكن من الداعيات إلى الله المنظور إليهن حتى لا يظن بها السوء والمكروه. كيف أتعامل مع زوج كثير التهديد بالطلاق؟ اصبري على جهالاته. حكم قراءة الجنب للقرآن؟ لا بأس أن تقرأ الجنب للقرآن.
عندهم في تركيا الأذان على المسجلة في حين تجب علينا فريضة الأذان، إذا أجبروكم على ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لو تملك أمر نفسك أذن. حكم التحويلات المالية التي فيها نسبة في الألف، صورة غامضة يا حمدي. هل النية شرط لإخراج زكاة المال؟ النية لازمة في كل الأعمال. هل يجوز للأحفاد أخذ ميراث من جدهم بعد وفاة أبيهم؟ إذا أبوهم مات في حياة جدهم فليس لهم شيء إذا كان لهم أعمام، إلا برضا سير الورثة. حكم وضع الأموال في البنك، بنك كذا، كل البنوك شأنها واحد. حكم قراءة القرآن للجنوب ومس المصحف. قراءة القرآن للجنوب ومس المصحف. قراءة القرآن للجنوب لا بأس به، أما حديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة فلا يصح. أما مس المصحف فالنزاع فيه قائم، فالدليلان اللذان في هذا الباب قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والثاني لا يمس القرآن، حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وقد وجه عند عدد من أهل الحديث فقال بعضهم لا يمسه إلا المطهرون ذاك في الكتاب المكنون، والمطهرون الملائكة، واستدلوا بقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أما الحديث الآخر وهو لا يمس القرآن إلا طاهر فالصواب فيه أنه مرسل والله أعلم. القول بإخراج زكاة الذهب مرة واحدة في العمر ليس له مستند أبدا. حماد أبو المعاطي أخ مات وله بنتان وولد، وأمي تنازلت عن نصيبها في الميراث من أخي إلى الولد بطيب نفس منها ومن إخوتي، هل أمك لها ملك أو لها أموال غير هذا الورث أم لا؟ فإذا كان هذا الذي تنازلت عنه لا يشكل نسبة كبيرة من تركتها فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما إذا كان يشكل كمية كبيرة فستكون ظلمت سائر الورثة. ما الرأي في من يؤكدون اقتراب الساعة؟ نحن نؤكد اقتراب الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، بعثت أنا والساعة كهاتين. أما الذين يقولون، وهذا ألفت النظر إليه، أما الذين يقولون إن هناك كوكب اقترب من الأرض وسيرتطم بالأرض في وقت كذا وقد يدمر هذا البشرية، أقول اسمع أيها السائل ما يلي، اسمع قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، اسمع قول الله تعالى في كتابه الكريم ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فلا يسقط كوكب على كوكب إلا بإذن الله ولا ينحرف كوكب عن مساره إلا بإذن الله، لا يرتطم كوكب مع كوكب إلا بإذن الله. هذا وقد أخبرنا الله سبحانه في كتابه العزيز أن الساعة لها أشراط، فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، وأخبر بأنه ثم يأجوج ومأجوج سيخرجون على الناس من كل حدب ينسلون، وحينئذ قال تعالى واقترب الوعد الحق في آيات مطلعها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وكذلك أخبرنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصل ذلك في الكتاب العزيز أن الشمس ستطلع من مغربها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل مع أبي ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس يا أبا ذر؟ فذكر الحديث وفيه فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن كي ترجع، قيل لها كي تطلع، قيل يرجع من حيث جئت فتطلع من مغربها، فإذا رآها الناس طلعت من مغربها آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
وعيسى سينزل بين يدي الساعة، كل ذلك لم يحصل الآن. كيفية اختيار الزوجة الصالحة أو اختبار النساء ولا اختيار النساء؟ إنها مصطفى تقصد كيفية اختبار صورة النساء، نحن ناقد إن شاء الله اختبارا في تفسير صورة النساء. الاختبار في التفسير، الاختبار في التفسير هو في التفسير، يعني يلزم أن يعرف المختبر أو يلزم أن يعرف الذي سيدخل الامتحان كل معاني الكلمات في صورة النساء، يعرف أسباب النزول، يعرف ما الذي استنبط من حكم في هذه الآية، يعرف كذلك ناسخها ومنسوخها. أما الإغال في الفقهيات هذا محله كتب الفقه، أو الإغال في دراسة الفرائض هذا محله كتب الفقه. أما مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نقول مثلا رجل مات وترك ولدا وبنتين، كم نصيب الولد وكم نصيب البنت، أشياء لها تعلق بالتفسير. أما القراءات والتوسع فيها ليس هذا محلها أيضا، الفقهيات والتوسع فيها ليس محلها التفسير، ليس محلها اختبار التفسير، لها مواطن أخرى. الاختبارات سهلة إن شاء الله ويسيرة بإذن الله، لكنها تكون طويلة بحيث تبين هل أنت فاهم ما يذكر لك من كتاب الله أم لا. زوجي فاتح محل مفروشات ومع شركاء، ممكن أخت شريكة لها العمل معهم؟ فتنة يا هنا، فتنة إذا اختلطت المرأة بالرجال، فتنة. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فملابسات العمل هي التي تعطينا الحكم النهائي. هل كثرة المصلين على الجنازة دليل على حسن الخاتمة؟ إن شاء الله نرجو الله أن تكون كذلك، لكن أنوه على أمر. طبعا كثرة المصلين على الجنازة علامة خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أو كما قال، وأيضا في رواية ما من مسلم يموت فيصلي عليه 100 من المسلمين إلا غفر الله له، بلفظ قريب. في علامة خير 1000 واحد يدعون لك، 2000 يدعون لك، خير من واحد فقط. لكن أنوي على أمر، أن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كان يقول في زمانه في شأنه مع أهل البدع بيننا وبينهم الجنائز، يعني أن جنائزنا أهل السنة يحضرنا كثير إذا متنا، وجنائزهم أهل البدع لا يحضرها إلا القليل. فأقول هذا لو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لاقتنعنا به، لكن ليس هذا بمضطرد. ففي هذه الأزمان مثلا الناس يحضرون جنائز أهل الضلال إذا كانت لهم أموال أو كانت لهم شهرة. فمثلا الخميني مثلا لما مات شهد جنازته 100,000، وليس هذا معناه أنه على خير. جنائز كثير من الملوك والرؤساء تحضرها أعداد كبيرة، لكن يحضرونها لعلل أخرى. لكن عموما صلاة الصالحين على الجنائز لها فضل بلا تأثير بلا ريب، والله أعلم. هذا الامتحان ليس لطلباتنا فقط، مفتوح لأي شخص يا أختي منى، بارك الله فيك. هل اللحية فرض أم سنة؟ أختار قول العلماء القائلين بأن إطلاق اللحية واجب. حكم الذهاب لطبيب نفسي، إذا كنت مريضة مرضا نفسيا جاز لك أن تذهبي، ولا يحصل ولا تحدث خلوة بهذا الطبيب، والدعاء مطلوب، دعاء مطلوب. وإن تركت أيضا جائز لك. وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي، في البخاري الحديث. قال إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا الله لها ألا تتكشف. فيمكن أن تصبري ويمكن أن تتعالجي، كل
فإذا كان المرض يؤثر على حقوق الله أو حقوق العباد تعالجي، إذا كان المرض لا يؤثر إلا عليك أنت نفسيا فقط فيمكن أن تصبري وكل جائز. ابني عمره 14 سنة والمعاملة معه صعبة جدا، قل لي أعمل إيه؟ كل ما يطلب، عفوا مع العلم بأن كل طلب يقول مش هعمله حتى مصلحته. ادعي له بالهداية وغيري طريقة التربية من لين إلى شدة بعض الشيء ومن شدة إلى لين بعض الشيء، والله المستعان. اكثري من الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله يصلح حالنا وحالك. هل نفهم من هذا أن العول والرد، لا لا، العول والرد فيه له تعلق مباشر، يعني مثلا إذا قسمت التركة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وبقي شيء ماذا نصنع فيه؟ يقول لك ردوا ردوا للورثة بضوابط الرد. إذا قسمت التركة وزادت عدد الأنصيب على الواحد الصحيح زادت، اسمها عالت. أشياء خفيفة مثل هذه، لكن افهم الله يستر عليك. القصد أن المسائل التي لها صلة مباشرة بالتفسير اذكر حديثا في معنى الآية، آية في معنى آية، اذكر حديثا في معنى مثلا، لا أريد أن أتكلم كثيرا، كثرت فتنة النساء والتبرج، وعندما تسير في الشارع أغلب النساء متبرجات، كيف تغض البصر؟ أقفل البصر، أغضه أقفله. وأسأل الله أن يحفظ لي بصري وسمعي وأصرف بصرك. النبي سئل عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجاءة فقال أصرف بصرك وتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج. ولا تكن كالأخ الذي وقف مع زوجته هذا يتأبطها أمام الناس، قل نفسي أعمل لوالدي الصلاة بدون تكريم. هذه زوجتك وابنتك، ما أدري يا عبد الرحمن، هذه الصورة مع امرأة ولا نور أبو زياد؟ يا نور ما يرضي ربنا هذا الذي تصنعه يا نور، لا أظنك من الصالحين، اتق الله في نفسك. كيف يغض البصر هذا الشخص؟ الحمد لله أن ربنا وفقك. تسأل يا أيها الأخ الكريم على كيفية غض البصر. حكم التسمية بدانيال، حكم التسمية بدانيال، عفوا، هل في نبي اسمه دانيال؟ لا أعلم شيئا عن من كتاب الله ومن سنة رسول الله عن نبي اسمه دانيال. يتناول ذلك بعض العلماء، لكن الله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. هل من كفارة تجزئ عن صيام شهرين متتابعين في كفارة الخطأ؟ قتل الخطأ الدية، الدية تؤدى، وإضافة إلى الدية عندنا تحرير الرقبة، فأنت لن تستطيع أن تحرر الرقبة، ماذا تصنع؟ فرأي أراه والله أعلم أنك تنظر قيمة الرقبة وتخرجها أيضا مع الدية، لكن ليس لأهل الميت، إنما تخرجها كصدقات للمسلمين. هل هناك فرق بين ترك الصلاة كسلا وترك جحودا؟ نعم، الجمهور يفرقون بين التارك جحودا فهو كافر والتارك كسلا فهو مرتكب كبيرة. هدى كيمو تسأل حكم الدروس الخصوصية لطلبة غير طلابي في المدرسة، ما المانع؟ يعمل نقاش، ما حكم الصلاة بملابس العمل؟ الصلاة جائزة والأولى أن تخصص ثوبا للصلاة. ومرحبا بك يا دكتور أيمن الورداني، حفظك الله أينما كنت حيثما تكون أنت وإخوانك، وردك الله سالما غانما. هل يجوز وضع صورة الميت خلفية للهاتف؟ أنصحك بأن لا تصنع مثل هذا، لن يفيدك في دينك ولا دنياك. ولا تكن مثل قوم آل بهم الغلو إلى أن صوروا الأموات وبعد ذلك صنعوا لهم أصناما وبعد ذلك عبدوهم. لا بأس بأخذ المال على تعليم القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا رأي جماهير العلماء.
كيف أعرف أني على صواب أو على خطأ وأن أشعر بعدم القبول بيني وبين الناس؟ يعني هذا على عدم الصلاح؟ لأن كنت يا رمضان تطيع ربك، تطيع الله سبحانه وتعالى وتعمل بأوامره وتجتنب نواهيه، فأنت على خير إن شاء الله تعالى. هذا وبهذا القدر أجتزي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مذكرا نفسي وإخواني بدعاء الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في تبليغ دين الله امتثالا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اجتهدوا في دعاء الله سبحانه بقول النبي الذي كان يدعو به: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. احذروا من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طرائق الضلال، وكذا من التكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث، والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والمرجئة وغير ذلك من الفئات الضالة من البشر. ختاما، استعينوا بالله واقنطوا في الصلوات لكي يدفع الله عنكم هذا البلاء. بارك الله فيكم وحفظكم الله. الشكر لله سبحانه وتعالى على الدوام، وأسأله العون على ذلك. وكذلك الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.